أحداث خطيرة في هذه الفترة. لم أسأل نهائيا في أيام أي جهة تحقيق أو محقق منذ عام 2011. من 2011. طيب سيد لو حضرتك كنت ماسك الأمن المركزي هناك وبالتأكيد مشرف على كل منطقة الحدود ولك تواجد في كل مكان، إيه اللي حصل؟ اللي حصل بدأ يمكن من يوم 24 مش من يوم 25. 24 يناير. في قبيلة اسمها المنايعة، هي فرع من قبيلة كبيرة يعني. كان في عناصر منهم محبوسة على ذمة قضايا التهريب والتعامل مع الجانب الآخر. القبيلة دي طلعت يوميها وعملت زي قطع طريق عند منطقة اللي هي فيها قوات متعددة الجنسيات اللي هي بنسميها منطقة الجورة، فيها مطار الجورة القديم. وده مقر القيادة، وقطعوا الطريق من هناك وكانوا بيهددوا الداخلية عايزين يفرجوا عن واحد من كبار المهربين منهم. ده يوم 24 يناير. يوم 24 يناير 2011. دي كانت إرهاصات وما كانتش، ما كانش احنا كمان شايفين انها مرتبطة بيوم 25. يوم 25 طلعوا تاني نفس القبيلة ومعاهم ناس تانية الصبح حوالي الساعة 11 وطلعوا عند حتة اسمها مربع الجورة برضو وقطعوا الطريق وبدأوا يعملوا يعني شغب ويقطعوا الطريق بالعربيات. بدأ الناس تروح منهم أعداد قليلة عند اسم الشيخ زويد برضو بنفس الشعارات، مفيش يعني ايه كتير شعارات فن عايزين نفرج عن فلان وإلا هنعمل فلان وهنتعرض لقوات متعددة جنسيات، مطالب متعلقة شخصية بيهم. لكن التحرك ده تاني يوم. بعد كده قالوا بدأت تظهر العربيات بتاعتهم في منطقة المهدية عند منطقة الماسورة نفس المجموعة، ما بدأت بقى تنضم لهم عناصر أخرى. أصل المنطقة دي منطقة تهريب. ويمكن أنا يعني المصالح المشتركة ما بين غزة وما بين العناصر التهريب دي فلوس كتيرة. يعني دولارات وبحجم ضخم، ففي ارتباط. لكن لحد دلوقتي ما كانش ظهر لا علاقة ب 25 يناير ولا بال، إنما كان كل دي الأحداث اللي بتحصل. قالوا بقى إن هم هيروحوا مدينة العريش ويعملوا بالعربيات بتاعتهم ومعاهم سلاح، المهم قطعنا الطريق ما جوش. ده كل ده لسه يوم 25. يوم 25 كان في مظاهرات في مدينة العريش. مظاهرة بتاع 4000 5000 في مدينة العريش تعتبر كبيرة. لكن مظاهرة مشت سلمية. كان في عنصر هناك من أهل العريش أصلا تبع حزب العمل زمان، وهم عملوا شوية وقفة كده. ما فيش جوه مدينة العريش، كل الأحداث جاية من بره، جاية لك من فوق من ناحية اتجاه الحدود الشرقية. اللي هم البدو. المهم أخدنا عدى اليوم بتاع يوم 25 زي ما قلت لك كده، شويه مظاهرات في مدينه العريش بسيطه، وبعد كده الحركات بتاع البلد يظهروا يعملوا شويه مثلا ساعه ساعتين ثلاثه، ما كانش فيه بقى لسه العنف يعني. جينا بقى اليوم 26 بداوا طلعوا على الطريق هم برضو المنايعة. 26 يناير. 26 يناير، ما بقول لحضرتك ده كل ده يمكن القاهره ما كانش فيها حاجه من بعد مظاهرات 25 26 27 ما كانش فيه حاجه. هم بقى كان هم بقى ايه التحرك. طلعوا عند طريق برضه الماسوره الجوره بقى بداوا يولعوا كاوتش. قطعوا الطريق الدولي اللي هو جاي من المنفذ الحدود في اتجاه مدينه العريش اللي رايح على كوبري السلام. معلش انا كاتب شويه نقط لان طبعا عارف حضرتك الموضوع قديم يعني. حدفوا على القوات اللي كانت موجوده طوب في كمين الخروبه اللي هي الكمين المروريه، حضرتك وانت مسافر على اي طريق بيبقى في نقط مرور احنا بنسميها كمان، اللي هي بتوقف العربيات تشوف الرخص بتفحص الركاب الحاجات دي، فبداوا برضو يحدفوا عليها طول. يوم 26 حصل بقى شويه تعاملات بالغاز كده عشان نحمي المنشآت وخلصت الليله على كده. بعد كده بدا بقى بعد الظهر يوم 26 بقى ده كله بدا يحصل بقى تجمعات بقى بجد. يعني حوالي 500 واحد قدام اسم الشيخ زويد، حرايق في الكاوتش، حدف طوب على الاسم، حاولوا يقطعوا الطريق، بدأنا نتعامل بقى العيون الغاز عشان نفتح الطريق لأن الطريق ده الطريق الرئيسي. بدأوا بقى بعد كده في بعد يعني في بعد المغرب بدأ يضرب نار على القوات اللي موجودة بتأمن الاسم والكلام ده.
وبدات الاعداد تزيد لحد يمكن ما وصلنا لحوالي 1000 واحد بالليل. بدا يبقى ايه التعامل بالغاز، بس مش مظاهره زي المظاهرات اللي انت بتشوفها هنا يعني. حذف طوب، ضرب نار في الهواء، كل ده ما كانش فيه تعامل مباشر ما بين القوات معاهم، لان انت عارف الاسم جوه منطقه سكنيه. المهم اهم حاجه كان المهم ان احنا نامن الاسم. يمكن لحد الساعه 11 لما بدات الحاله تهدى، جينا بقى يوم 27، انا كل ده تمهيد لدخول بقى يعني، هل بقى الفتره دي كان بيدخلوا حد؟ لان انا الحاجه اللي انا عرفتها بقى ان يوم 28 اتقال لي بقى من واحد من العناصر البدويه اللي احنا بنتعامل معاهم الله يرحمه استشهد، قال قتلوه، ده اتقتل بعدها. محمد المسلمي؟ لا اسمه، لا ده محمد سواركي. محمد سلمي ده شخص تاني، ده ظابط، ده شخصيه يعني ربنا يرحمه يعرفها. عميد. ده له حدوته تانيه. يوم 27 برضه حصل نفس التجمع بتاع العربيات في المهديه، ما المهديه هي اللي بيطلعوا منها. ونزلوا برضه على الطريق الدولي، وبدا الاعداد تزيد قدام الشيخ زويد، بداوا يولعوا نار. بداوا يركبوا المباني وبداوا يضربوا نار بقى على اسم الشيخ زويد. ده كان يوم 27. يوم 27. يوم 27 حوالي 3:30 الظهر كده يعني. دي كلها عناصر محليه. ما انت ما تقدرش تفرق مصطفى ليه؟ كله لابس زي بعضه. بعدين انت في المنطقه الحدوديه يعني اختلاط النسب ما بين اهل شمال سيناء في المنطقه دي مع اهل قطاع غزه، رفع الفلسطينيه ورفح المصريه، ما تقدرش تفرق الا لما تتكلم معاهم او تظبط حد. لكن كل الاحداث دي قدامك اللي متزعمها العناصر البدويه بتاعه المنايعه، وكم كم اللي هم ما تقدرش تقول قبيله، تقول العناصر اللي مربوطه بعمليات التهريب اللي لها مصالح في المنطقه. مش دي. كل القبيله بالتاكيد. لا يعني مش كل عدد القبيله، عناصر امر طبيعي، عناصر اللي هي لها يعني مصالح شخصيه في الموضوع ده. بداوا بقى من الساعه 6 راحوا ضاربين قذيفتين ار بي جي على اتجاه الاسم، دي كانت بدايه ضرب قذائف الار بي جي على اسم الشيخ زويد. هنا بقى دخلنا في حدوته ثانيه، ان البدو ما بيستخدموش الار بي جي. يعني هم اخرهم الجرينوف، حتى ما عندهمش المستوى التسليحي اللي حضرتك عارفه في الصعيد يعني. يعني هو بيبقى عنده جرينوف، عنده رشاش متعدد، عنده ما فيش السلاح التقيل، لان هو بيتحرك على طول، البدوي بطبيعته بيتحرك على طول، فما بيستخدمش حاجه للارتكاز يعني. بداوا يضربوا نار على اسم الشيخ زويد، في بعض الضباط والافراد اتصابت، حدثت بعض التلفيات. طبعا بدانا نعزز اسم الشيخ زويد لانه بقى هو المستهدف. راحوا بقى في كمين على الطريق بعد الماسوره في اتجاه الشيخ زويد، قبل اسم الشيخ زويد بشويه، اسمه كمين السلام، جت عربيه ضربت عليه قذيفه ار بي جي. عربيه ضربت على الكمين. على الكمين، لكن ستر ربنا ان الكمين لما اتعامل معاهم فالقذيفه ما جاتش في مبنى الكمين اللي فيه القوات. وبدات الدنيا تهدى على الساعه مثلا 11:30 12 بالليل. كل ده طبعا انت بتاخد اليوم كله. اعداد ضخمه بتتغير عليك، وكلهم راكبين عربيات، كلهم بيستخدموا، لما بدات ضرب النار ما بقتش انت عارف السلاح بيضرب منين. جينا بقى ليوم 28. يعني انا بقول لحضرتك ده كل ده تمهيد. جينا بقى يوم 28. كان الكلام ان بتيجي بقى معلومات بالتليفون، قالك هيضربوا كمين السلام اللي هو انضرب قبلها بليله بالقذيفه الار بي جي. انهم هيستخدموا اسم الشيخ زويد. بدات بقى تنزل عربيات كتيره جدا وعليها سلاح تقيل. يعني رشات. دي جت من الانفاق ولا منين؟ لحد دلوقتي انت انا بتكلم، لحد دلوقتي انت مش عارف حاجه. ده اسم الشيخ زويد. حضرتك انت بتتكلم على اسم الشيخ زويد، اسم الشيخ زويد ده بعد عن رفح بحوالي 20 كيلو 25 كيلو، مش قريب يعني. انما هي دي عربيات بتاعت العناصر اللي هي البدويه اللي بتضرب. بداوا يضربوا بقى على اسم الشيخ زويد بكثافه. وقعد التعامل يمكن لحد بالليل. وبدا بقى تيجي معلومات، هيضربوا قطاع الامن المركزي في العريش، هيضربوا قطاع رفح. كل دي معلومات انت بترفع درجات الاستعداد في المعسكرات، لانك انت ما عندكش في سيناء قوه كبيره زي يعني زي المنطقه المركزيه زي الصعيد. القوات اللي في سيناء بالذات الشرطيه محدوده نسبيا، واماكنها متباعده، ما هياش لان المساحه كبيره والمسافات ما بينها وبين بعض كبيره. معلش انا بجري بسرعه كده. الساعه بقى 8 بنين بدات تنزل
ينضرب بقى على الاسم بقى من عربيات مختلفة، رشاشات متوسطة، قذائف الار بي جي بدأت تضرب على المدرعات المتمركزة حوالين الاسم بتحميه. بدأوا يتجمعوا في مدينة رفح. كل ده يوم 28 بقى بالليل. مدينة رفح فيها من ايام النزوح في قوات فض موجودة بتتواجد خلف خط الحدود. خط الحدود في منطقة رفح اللي هي الكيلو العشرة كيلو وشوية دول من بعد النزوح بقت مسؤولية حرس الحدود، بس هي فيها قوات محدودة مش قوات كبيرة يعني. من بعد ما دخلوا واتعمل نوع من السور القوي وكده، وبدأت المسؤولية في المنطقة دي عشان ما يحصلش نزوح تاني زي اللي حصل في 2006. خلف خط القوات المسلحة عشان العدد محدود فيه تشكيلات فض بتاعت الأمن المركزي اللي هي الدرع والعصا والخوذة، على أساس لو حصل نزوح للمدنيين يبقى هي دي القوات اللي هتتعامل مع الناس، ما يبقاش فيه ضرب نار وفيه خسائر عشان الموقف في المنطقة دي حساس. بدأت القوات دي تتضرب بالنار اللي واقفة في الشوارع، ما هيش مسلحة. بدأ يحصل ضرب نار بقى على الكمائن بكثافة، ودي كانت أول بقى الضرب اللي حصل على الساعة 10 مساء. ضربوا كمين الريسة اللي هو قبل مدينة العريش على طول، بنسميه احنا الريسة او البلاك، وضربوا وموتوا عسكريين في الكمين ده. اما حصل كده قوات الفض اللي كانت في الشارع اللي هي من غير سلاح موجودة بقى في الخط من اول الريسة لحد رفح مبقاش لها دور، موجودة في الشارع هتموت. فبدأنا ندخلها نسحبها على المعسكرات تحميها. ادخل بقى الساعة 12 و10 كده، الساعة 12 والفجر بدأ ضرب على أول حاجة على قطاع شمال سيناء بتاع الأمن المركزي اللي هو مسؤول عن خط الحدود. حصل ضرب عليه وحرقوا الفرن، حصل ضرب النار، والحقيقة القطاع دافع عن نفسه وبعدوا عنه.